معانا اتصال تليفوني من زميلي العزيز عصام الشربيني، مقدم برنامج تحيا مصر. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذه هدير؟ الحمد لله رب العالمين، كل سنة وانت بخير، وكل سنة وكل كل سنة أسرتك بخير. وحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة، وأسرة صحة وجمال طيبة وبخير. وحضرتك بألف صحة وسلامة. أخبار العيد الله معاك ايه؟ يكرمك يا طيب فندم. قولي. الحمد لله تمام يا فندم، كل سنة ومصر طيبة وبخير، وربنا يحمي مصر إن شاء الله من شر الوباء. اللهم امين يا رب، اللهم امين، اللهم امين. طيب بمناسبه بقى برنامج تحيا مصر، يعني يكفي الاسم لوحده، يعني انا اه شخصيا تمام ممكن اقول لك تحيا مصر. تحيا مصر يا فندم مليون مرة. تحيا مصر مصر دولة بناسها الجميله والطيبه، وتحيا مصر بقناه جميله ومحترمه زي الصحه والجمال، علشان بتقدم لنا يعني نماذج محترمه زي ضيفي اللي موجود معايا وبيديني معلومه او خبره اكتسبها على مدار حياته. تحيا مصر بزميلي العزيز اللي بيكلمني حالا وسامعني دلوقتي انه بيقدم برنامج محترم الله بيخدم يكرمك. كل الشعب المصري وكل الناس الطيبين. تحيا مصر بكل انسان موجود على الارض بيقدر ان هو يكون في ظهرها وسند ليها. خطتك تمام ان يا شاء الله فندم. بعد العيد ايه؟ هو احنا يا فندم برنامج تحيا مصر بيركز على انجازات الدوله المصريه ده حلو بكل جدا. المجالات. احنا بنستعرض فيه انجازات الدوله المصريه في القطاع العقاري والقطاع السياحي والقطاع الاقتصادي، والدور اللي تقوم به مصر والقياده السياسيه داخليا وخارجيا. ده حلو جدا على فكرة، ان انت عارف ان الفترة دي فترة تحديات كبيرة جدا، طبعا يا ومهم فندم، قوي ان طبعا يا احنا فندم. نقف كلنا على قلب رجل واحد ونكون داعمين لمصر طبعا ولجيشها يا فندم، الكريم. القياده السياسيه دلوقتي يا فندم بتقود مصر الى بر الامان، ومفيش حد يقدر يزايد على الدور المصري سواء داخليا وخارجيا. طبعا طبعا يعني مفيش دوله قدرت تتغلب على تحديات كورونا غير الدوله المصريه. طبعا يا فندم، دي حقيقة. ويا علشان كده فندم انا بقول بدأ النهارده ان احنا مش بس في عيد فطر وفرحه وكده، الفكره كلها ان احنا كلنا كمصريين في عيد وفرحه، لان احنا نعتبر من الدول اللي قدرت بشكل كبير تسيطر على الكورونا، ومش الكورونا وبس، سيطر على العقول المضلله اللي بتقدر تضللنا. لكن خليني اخدك بقى لحاجه مهمه عشان انا فرحت تمام بيها قوي. سامعه كده ان اتفضل. بعد العيد في لون جديد حلو لبرنامجك. طبعا يا فندم، احنا طبعا بعد طب العيد شوقني بقى. لا يا فندم، احنا ان شاء الله بعد العيد بنركز على الدور المصري الفعال سواء خارجيا او داخليا. يعني احنا شفنا خلال الايام الماضيه طبعا مصر ساندت قطاع غزه، وامبارح بدات في ارسال مساعدات، طبعا وامبارح كل في الدعم. اسعافات مصريه، كل الدعم ليها. والحاجه الثانيه برضو احنا بنركز على اللي هو القطاع الاقتصادي، ازاي مصر قدرت تتجاوز ازمه كورونا. يعني احنا عندنا الاحتياط النقدي ارتفع ل 40 مليار دولار. يعني ما فيش دوله في العالم 50 مرت مليار بازمه كورونا. لا لا، كان اخر حاجه 40، يعني كان من 48 الاسبوع بقى اللي فات 50 كان 48 بقى 50. 8 اه 48 دكتوري وصل الجليل هو اللي 50%. بيصحح لك على فكره مش انا. ولا يهمك يا فندم. احنا بنركز على القطاع الاقتصادي، النمو الاقتصادي في مصر في ظل ازمه كورونا. يعني الدوله الحمد لله ما وقفتش مرتبات لحد ولا خصمت مرتبات لحد، بالعكس الدوله ماضيه في كل انشطتها، وكل الانشطه والقطاعات الاقتصاديه قائمه، نسبه التشغيل سواء في العاصمه الاداريه او في المشروعات. احنا يعني كده بنركز على هنشوف بقى الدور ان شاء الله الاقتصادي بعد للدوله. العيد من حضرتك يعني شكل جديد ومختلف ورونق جديد طبعا من يا برنامج فندم، تحيا مصر. في انتظار حضرتك جدا زميلي العزيز، وكل سنة وكل لحظة وحضرتك بألف خير، وان شاء الله منتظرينك. وتحيا مصر 3 مرات. تحيا مصر يا فندم، تحيا مصر يا فندم. شكرا شكرا يا فندم.